للمزيد حول ما جاء في تسريبات عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وتداعياتها المحتملة، ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أهلا بك سيد حسان. بداية، تسريبات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والتي أتت على انتقادات للعديد من سياسات حكومته داخليا وخارجيا، إلى أي مدى باعتقادك ترسم صورة التصدع الحاصل في الإدارة الإيرانية؟ في الواقع ما قام به وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف هو إلقاء الضوء على طبيعة النظام الإيراني. هل هذا النظام هو نظام ديمقراطي جمهوري؟ هل هو مجرد نظام ديني؟ هل إيران لا زالت في مرحلة الثورة أم أنها انتقلت إلى مرحلة الدولة المدنية؟ طبيعة النظام الإيراني حتى الآن كما نراها وكما عاشها الشعب الإيراني وكما نشاهدها من خارج إيران طوال 4 عقود أنه نظام ديني قائم على سلطة الرجل الواحد وهو المرشد الإيراني خامنئي أو الولي الفقيه. الشعب الإيراني الذي انتفض على حكم شاه إيران الدكتاتور الذي كان حاكما تحت عنوان الإمبراطورية الإيرانية الساسانية التي ذهبت منذ سنوات، الآن الشعب الإيراني يعيش تحت سلطة دكتاتورية جديدة اسمها المرشد أو الولي الفقيه. هذا ما أضاء عليه جواد ظريف في كلامه عندما قال أن الدبلوماسية الإيرانية كانت في خدمة العسكر، في خدمة الحرس الثوري الإيراني وليس العكس. المفروض أن يكون أداء الحرس الثوري وأداء العسكري الإيراني بشكل عام في خدمة الدبلوماسية الإيرانية التي عليها أن تفاوض وأن تحاول الحصول على مكاسب من الأداء العسكري. لكن في الواقع كما قال ظريف أن الدبلوماسية كانت في خدمة سياسة الحرس الثوري، أي أن الحرس الثوري كان يرسم السياسة الخارجية الإيرانية. لكن إلى أي مدى ترى أن فكرة التخادم الأمريكي الإيراني التي كانت مجرد ظن قد أعطت التسريبات دليلا عليها الآن؟ أم أن التسريبات باعتقادكم تعضد فكرة التخادم؟ في الواقع ظريف لم يكشف جديدا، لأن العلاقة بين النظام الأمريكي خلال عهد فترة أوباما والعلاقة مع النظام الإيراني كان واضح أن هناك بعض من التناغم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة أن التعاون بين إيران والولايات المتحدة خلال حربي العراق وأفغانستان كانت بارزة، وبالتالي ما قام به أوباما خلال مرحلته كان تعزيز الحضور والدور الإيراني على حساب دول المنطقة وخاصة الدول العربية التي عانت وما زالت تعاني الكثير من أداء إيران من تخريب وتدمير في مختلف الدول العربية، وما كلفها الكثير من الأموال ومن تدمير البنية التحتية ومن انقسام عمودي في العلاقة بين المجتمع العربي بين السنة والشيعة وما إلى هنالك من انقسامات حادة داخل المجتمع العربي. السياسة الأمريكية لا زالت تسير على هذا النهج الآن في مرحلة بايدن ولكن بحدود ضيقة أكثر. التسريبات أيضا سيد حسان جاءت على ملفات مهمة، منها الملف الروسي كما أو السوري كما تعلم. السؤال هنا، ما تأثير التسريبات على التحالف الإيراني الروسي في المرحلة المقبلة؟ من الواضح أن تسريبات ظريف قد أصابت أكثر من طرف، إضافة إلى أنها أصابت جون كيري والذي قد يتم استدعائه للتحقيق في الكونغرس الأمريكي، أصابت الروس أيضا الذين بدأوا ينظرون بعين الريبة للتحالف ما بين موسكو وطهران، خاصة وأن ما قاله ظريف أن التحالف الذي تم بين قاسم سليماني وموسكو لا علاقة له بالسياسة الخارجية الإيرانية ولم يكن بموافقة من السياسيين الإيرانيين وخاصة وزارة الخارجية. واعتبر ظريف أن موسكو استخدمت الإيرانيين في معارك سوريا في حين أنها استخدمت الطيران فقط، بينما كان الجيش الإيراني هو الضحية على الأرض وقد دفع أثمانا باهظة لتمويل الحرب، تمويل الروسي، تمويل استخدام سلاح الجو الروسي وأيضا الجنود الإيرانيين الذين سقطوا في سوريا، إضافة إلى تمويل وتموين النظام السوري على حساب الشعب الإيراني خدمة للسياسة الروسية في المنطقة. من الطبيعة أن يترك علاقة وأثر سلبي على العلاقة بين موسكو وطهران. وصلنا للسؤال الأخير الآن سيد حسان، يعني على مستوى الملف النووي الإيراني كيف ترى مساراته الآن بعد أن كشفت التسريبات عن رؤى شبه متقاربة بين كل من أمريكا وإيران؟ لازالت إلى الآن التصريحات متضاربة، حيث أن بعض الدبلوماسيين وخاصة الروس منهم يتحدثون عن أن هناك طريق طويل يجب قطعه وأن الاتفاق لم يتم بعد وأن هناك بعض النقاط يجب أن يتم مناقشتها وإعادة الحديث عنها والتفاوض حولها.
أيضا هناك بيان صدر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا يتحدث عن أن هناك صعوبات تواجه المفاوضات في فيينا، بينما عراقجي المندوب الإيراني في المفاوضات قال أن الولايات المتحدة قد وافقت على رفع العقوبات عن مؤسسات وعن أفراد، ولكن ما يجب أن نتوقف عنده هو هذا الموفد أو الوفد الأمريكي الذي سوف يحضر إلى منطقة الشرق الأوسط مطلع هذا الشهر لزيارة 4 دول عربية للتباحث معها أو لإبلاغها بطبيعة المفاوضات وأين أصبحت المفاوضات. من الواضح أن الولايات المتحدة تراهن على أن هناك شيئا ما يحدث داخل النظام الإيراني داخل إيران، ما يجب أن نعول عليه بالفعل نحن في المنطقة، أن الشعب الإيراني يجب أن يكون له موقف حقيقي وجدي من سياسات نظامه الذي يهدر ثروات الشعب الإيراني وينفقها في حروب عبثية تدمر المنطقة وتقطع علاقات إيران مع محيطها، وهذا ما أكدت عليه ابنة رفسنجاني عندما قالت أن علاقات إيران مع العالم العربي في أسوأ حالاتها. مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لك.